السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من سلسلة موجودات زراعية. النهاردة هيكون فيديو مختلف، الفيديو ده هنتعلم فيه إزاي نبحث عن أي مادة فعالة. أهلا وسهلا بحضراتكم، إزاي أبحث عن أي مادة فعالة سواء حشر فطر مبيد حشائش؟ إزاي أحصل على الداتا شيت لأي مبيد؟ ازاي اعرف المواد المسجلة لاي مادة فعالة؟ في الفيديو ده هنتعلم نشتغل على برنامج بيستسايد مانوال، وهنشتغل على بعض ملفات البي دي اف اللي هتكون متحملة على مواقع رف ومرفق اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. في وصف الفيديو هنلاقي ثلاث لينكات عندنا لثلاث حاجات مهمين اللي على اساسهم هنقدر نعرف اي مادة فعالة. اللينك الاولاني وده هيحولنا لصفحة التحميل دي، وفي الصفحة دي هنلاقي اللينك تحميل مباشر للملف الأولاني اللي هو Recommendation 17، وده ملف بمساحة 7.34 ميجا بايت، وده كتاب التوصيات المعتمدة لوزارة الزراعة النسخة 2017. الملف الثاني وده برنامج البيستسايد مانوال، وهنلاقي مساحته حوالي 8.74 ميجا بايت، وده البرنامج اللي هنستخدمه في اللي احنا هنعرف عن طريقه الداتا شيت. الموقع وده اللي هنقدر من خلاله نعرف التقسيم الكيميائي للمبيدات المختلفة، يبقى نقدر نعرف عن طريق الموقع ده ايه هي العائلة الكيميائية او المجموعة الكيميائية، وايه هي المبيدات او المواد الفعالة المندرجة تحت كل مجموعة كيميائية زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ بالموقع. عندنا هنا في الموقع ده هندخل أول صفحة عندنا هتقابلنا، وهي تقسيم المبيدات عامة، وهنلاقي فيها تقسيم المبيدات إلى أكتر من جزء. هنلاقي هنا تقسيم المبيدات زي المبيدات العناكب والمبيدات الفطرية ومبيدات الحشائش والمبيدات الحشرية، ولو دخلنا على أي فئة من الفئات دي هنقدر نشوف التقسيم الكيميائي. يعني لو دخلنا على المبيدات الحشرية هنلاقي التقسيم زي ما حضراتكم شايفين، في الكربامايت، والكربامايت بينقسم الى مجموعات فرعيه، وكل مجموعه فرعيه تحتها مواد فعاله، والكلام ده اللي كان سالني فيه مهندسين كتير وخصوصا الناس خارج مصر، لان انا لما كنت بشرح الفيديوهات كنت بشرح المواد اقتصر على المواد الفعاله المسجله في مصر. هنا في مواد فعاله كتير جدا والمندرجه تحت المجموعه الكيميائيه زي ما حضراتكم شايفين. هنلاقي زي المجموعات اللي شرحناها بالظبط، الكربامايت، منظمات النمو الحشرية بكل صورها وكل أنواعها وجميع كل حاجة، الأفرامكتين، وزي ما حضراتكم شايفين احنا ممكن نختار المادة الفعالة زي الأبامكتين، وبرضو عن طريق الموقع ده أقدر أجيب الداتا شيت والتركيب الكيميائي. أدي التركيب الكيميائي للأفرامكتين B1A والأفرامكتين B1B، وأدي الاسم الكيميائي وما إلى ذلك. بعد تحميل الملفين اللي هيكونوا مندرجين اللينكات بتاعتها تحت وصف الفيديو، هيتحمل لنا اتنين ملف. الملف الأولاني وده لما نفك الضغط بتاعه هينتج لنا ملف اللي فيه البرنامج البيستسايد مانوال. البيستسايد مانوال لما هنفك الضغط هيظهر لنا مجموعة من الملفات، الملف اللي في نهايته .exe، وده ملف البرنامج. هنضغط عليه كليك يمين أول مرة وهنختار Run Administrator. Yes. بعد كده هيبقى Open عادي خالص. ده واجهة البرنامج اللي فتح عندنا. البرنامج ده عن طريقه هقدر اعرف اي مادة فعالة موجودة عندي سمحت عنها عرفتها، اقدر اجيب الداتا شيت واعرف الخصائص العامة ليه. واجهة البرنامج بتنقسم الى اوبشن رئيسي في الاول، الانتر والسيرش والانترفيو والكومبلكس والكومبانيز وما الى ذلك. الجزء الاولاني في الانتر سيرش وده اللي ببحث بيه عن المادة الفعالة، الجزء اللي ببحث فيه باسم المادة الفعالة. في تحته اوبشن كتير، انا هبحث عن طريق المادة الفعالة،
ولا عن طريق المجموعة، مجموعة مثلا الفطريات، مجموعة الحشائش وما إلى ذلك، ولا هبحث عن طريق الشركات، ممكن أبحث عن اسم شركة معينة وعن طريقها أقدر أجيب المواد الفعالة. طيب ناخدهم جزء جزء، أو مش هنقدر نشرح كل حاجة موجودة في البرنامج، احنا هنشرح إيه الحاجات المهمة فيه. الجزء الأولاني هو عن طريق النيم، هنا هقدر ان انا اكتب اي اسم ماده فعاله ويظهر لي الداتا شيت بتاعتها، سواء عايز اطبعها او اقراها من على البرنامج. لو جينا مختارين ماده فعاله وليكن الفيبرونيل، الفيبرونيل اهي، واخترنا الماده ظهرت عندي الداتا شيت. لو دوست الانترفيو وده بيفتح لي صفحه الداتا شيت كامله ليها، ده اسم المادة الفعالة، رقمها في البرنامج، التصنيف بتاعها، وهنا انسكت سايت مبيد حشري، ده شكل الفراغ للمركب الكيميائي. بعد كده بنخش على التركيب الكيميائي والتركيب والخصائص الفيزيائية وما إلى ذلك والهيستوري بتاعه، وفي المانيوفاكتوريز المصانع اللي بتنتج المادة الفعالة، طرق بقى تطبيق البايوكيمستري، البايو كيميكال، والمود اوف اكشن للماده الفعاله، وطريقه الاستخدام او مسجله على ايه بالظبط، والاشكال المختلفه من المستحضرات المنتجه من هذه الماده الفعاله، سواء اي سي او اف اس او جي ار او اس سي الى ذلك. بعد كده الشركات العالميه المنتجه للماده الفعاله، زي ما حضراتكم شايفين كل المواد الفعالة موجودة معايا، دي المواد أو المواد التجارية المسجلة عالميا، يعني زي شركة باسيف زي حضراتكم شايفين. وفي الجزئية دي هنقدر نشوف إن كانت المادة بتوجد بصورة منفردة أو بصورة، يعني زي هنا مثلا شركة باسيف بتنتج المادة دي مع الكربوسلفان زائد كربوسلفان، شركة باسيف، يعني نقدر نعرف عنه أي حاجة. لو حبيت اعرف معلومات عن الشركة بضغط مثلا هنا شركة باسيف، عايز اعرف شركة باسيف او معلومات عنها بضغط، بتظهر لي المعلومات اللي عنها، ان هي شركة انتاج زراعي، شركة مواد زراعية، العنوان بتاعها، المقر الرئيسي بتاعها في المانيا، والتليفون والفاكس والويب سايت. نرجع تاني لنفس القائمة، بعد كده بنقدر نعرف التأثيرات على البيئة وتأثيرات السمية في المادة الفعالة. لو حبيت أطبع الداتا شيت دي بختار رمز الطباعة، أو ممكن من قائمة فايل بنختار برنت سيت أب، ده لو هنحدث، أو برنت فيو اللي هو شكل الطباعة، وده شكل الفايل في الطباعة نقدر نطبع مباشرة. ده ملف الصفحة الأولى من 3 صفحات، أهو ده الصفحة الثانية والصفحة الثالثة، ده الداتا شيت للمادة الفعالة كاملة. معلش أنا بس بشرح بسرعة شوية لأن البرنامج فيه خصائص كتير وأنا مش عايز أطول على حضراتكم. طيب أنا خلاص عرفت الداتا شيت للمادة الفعالة اللي عندي وعن طريق البرنامج، أنا كده عرفت الداتا شيت للمادة الفعالة اللي أنا كنت عايزها، وده عن طريق البرنامج، وعرفت المجموعة الكيميائية أو المواد الفعالة الأخرى اللي موجودة معاها في المجموعة الكيميائية عن طريق الموقع ده، قدرت أعرف إن المادة الفعالة وليكن الأبامكتين تبع الأفرامكتينز، والأفرامكسين فيها الأبامكتين والتروميسين والإيمامكتين والإبرينومكتين والإفرامكتين والسيلامكتين، وعرفت التركيب او عرفت ان هي تندرج تحتها اكتر من ماده فعاله. طيب انا خدت الماده الفعاله دي وعايز اعرف هي مسجله في مصر ولا لا، وده خاص بالاخوه المصريين، هنلاقي الملف الثاني اللي حملناه وهو كتاب التوصيات الفنيه لوزاره الزراعه. لما نفك الضغط هيطلع لنا ملف بي دي اف، ملف البي دي اف ده اللي هو ملف اللي هو تبع لجنة مبيدات الآفات، وده كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات. في ملحق في آخر الكتاب، الملحق ده موجود فيه أسماء المواد الفعالة والمسجلة في مصر لحد 2017
باسم الفعال ورقم التسجيل، وعن طريق الملحق ده نقدر نعرف أي مادة موجودة في السوق أو أي حد يسألنا عنها نعرف هي مسجلة أو لا عن طريق هذا الملحق. هو حضراتكم زي ما انتم شايفين ادي ده الملحق. طبعا عشان نعدل الصفحة نختار قائمة فيو، تمام. زي ما حضراتكم شايفين في القائمة الأولى، وده الاسم التجاري للمستحضر باللغة العربية، الاسم التجاري للمستحضر باللغة الإنجليزية، الاسم الشائع أو المقصود به هنا اللي هو المادة الفعالة، رقم التسجيل والمجموعة إن كانت فطري أو أقراصات أو حشري، وتصنيف الفاو لدرجة السمية. طيب أنا دلوقتي عايز عندي مادة زي الأبامكتين وعايز أشوفها من لوحة المفاتيح، بدوس كنترول F عشان يفتح لي قائمة السيرش داخل الملف البي دي اف، وداخل الفايند بكتب اسم المادة الفعالة وليكن الأبامكتين. دوس انتر، بيظهر لي هنا دي أول مادة عندنا وهي الأبازين 1.8% اي سي، ودي المادة الفعالة بتاعتها أبامكتين. أدوس نيكست، المادة الفعالة التانية مسجلة أبامكتين، أبالون 1.8 وهكذا، أبامكس، أبانتين، شوف نقل على الآخر، أجرومكتين، أجروميك، أجريفليكس، وده أبامكتين مع سيامكسوكسام. بعد كده أجريميك جولد 8.4، ده مسجل أبامكتين مع سبيرودكليفين، وده إجنر 20% إي سي. وهكذا هتقدر تجيب جميع المواد المسجلة لحد 2017، تفضل شغال لحد ما هتلاقي، طول ما هو بيجيب لك مواد فعالة يبقى انت كده لسه في مواد مسجلة تانية لحد ما تقدر تجيب جميع المواد المسجلة في مصر بأسمائها. وفي نهاية الفيديو أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا إنك تعمل شير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.